كانش لازم، ما كانش لازم تعرف خالص. يعني ايه؟ انا ازاي كنت غبي قوي كده؟ ازاي ما خدتش بالي كل ده؟ العسل اللي كنت بعمله كنت بعمله عشانك وانا مش فاهم، والاكل والزرع الاورجانيك ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي ما خدتش بالي انك كنت بتخش وتقفلي على نفسك الباب وتقولي انك تعبانه؟ ازاي كنت بصدق ان هو قولون؟ ازاي ما خدتكش من ايدك ورحت الدكتور عشان نطمن؟ ما كانتش هتفرق في حاجه يا حازم. لا هتفرق، هتفرق طبعا. احنا هنروح لدكتور واثنين وثلاثه وعشره، هنسافر بره، المهم تتعالجي ان شاء الله. هتتعالجي خلاص. خلاص يا حازم مبقاش ينفع. انا حاولت بس قالوا لي ان انا متاخره قوي. مفيش حاجة اسمها متأخر، مفيش حاجة اسمها متأخر، احنا لسه شباب وصغيرين والعمر قدامنا. يا أمينة لحقت تسرقي مني بسرعة كده؟ يبقى خلاص مفيش حاجة تنكد علينا ولا تقدرنا، نعيش حياتنا ونتبسط ونفرح، صح؟ تتجوزيني؟